السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بناء على موضوع الحلقة الجوج اللي سبقوا واللي من خلاله تطرقنا لمجموعة من النقاط اللي كتم مسرح الجريمة والتحقيقات الجنائية، غادي نتابع اليوم إن شاء الله تعالى مناقشة مواضيع أو نقاط أخرى اللي غادي تكون على الشكل التالي: المؤشرات أو الخطوط الحمراء اللي كتوضح أو كتبين على أن مسرح جريمة معين وقعت فيه بعض التعديلات أو التغييرات من طرف الجانب، العلامات أو الحدود الحمراء اللي كيرسمها الطب الشرعي على بعض القضايا أو الأبحاث الجنائية، ثم غادي نتعرضوا لنقطة أو الجانب الموضوعية اللي كيتعين على المحقق الجنائي أنه يلتزم بها. على إيه؟ باش ما نطولش عليك أختي أخي مشاهدي ومتتبعي قناة أجي نفهموها صح، قبل ما نبدأ هذه الحلقة يا ريت انكم تضغطوا على زر التسجيل وتشاركوا هذه الحلقه مع المعارف ديالكم، ويا ريت ايضا انكم بطبيعه الحال الى عجبكم موضوع هذه الحلقه انكم تبينوا على الشعور ديالكم بالضغط على زر الاعجاب. هذه الحركات رغم البساطه ديالها ما نساوش على انها عندها مفعول اللي هو ايجابي واللي كيتمثل في ان هذه الحلقه وطبيعه الحال باقي الفيديوهات في القناه اجي نفهموها صح غادي تصبح متاحه اكثر الظهور في موقع اليوتيوب لعدد اكبر من زوار هذا الموقع، وبالخصوص الناس اللي عندهم نفس الاهتمام. وبهكا ايضا غادي يكون اي واحد منكم اخواتي اخواني مشاهدي ومتتبعي قناه اجي نفهموها صح ساهم في نشر المعلومه الهادفه والمتقه. لا ما نطولش عليكم اكثر، غادي نقول لاي واحد منكم اجي نفهموها صح. المؤشرات او الخطوط الحمراء على وقوع تغييرات في معالم مسرح الجريمه. في الغالب الجاني اللي كيقوم بتغييرات مسرح الجريمه كيرتكب مجموعه من الاخطاء، لانه حسب الظن ديالو صافي ارسام المسرح بالطريقه اللي هي صحيحه واللي غادي توهم المحققين باشياء اللي ما عندهاش علاقه بالواقع. في الوقت اللي كيكون المعني كيقوم بهذه التغييرات، اول حاجه اللي خاصنا نعطيوها اهتمام هي ان المعني كيكون في حاله نفسيه اللي ما هياش طبيعيه، وبالتالي ما كيكونش عنده الوقت باش يفكر او باش يوضع الاشياء اللي حولها من الامكنه ديالها لاماكن اخرى اللي هي مناسبه. يعني بصيغه اخرى هذا الشخص غادي يكون متعرض لضغوطات نفسيه كبيره، وهذا اللي يقدر يسمح للمحققين وكذلك الاطباء الشرعيين بمعاينه او ملاحظه بعض التناقضات على محتويات مسرح الجريمه، ونتيجه لهذه التناقضات كتوضح لهم الصوره العامه للجريمه. هذه التناقضات كتعتبر من بين العلامات الحمراء على ان مسرح الجريمه تعرض لتعيين او لتغيير، وهذا هو اللي كيصحح وكيوضح الاتجاه والمسار الطبيعي للابحاث الجنائيه. بالنسبه لهذه العلامات او الخطوط الحمراء ففي الغالب كتبين التناقضات اللي واقعه داخل مسرح الجريمه، لهذا كيتعين على المحقق الجنائي انه ما يغفلش على فحص جميع محتويات مسرح الجريمه بشكل فردي، ومن بعد يوضعها في سياق الصوره العامه للجريمه. كما انه كيتعين عليه ايضا يطرح مجموعه من الاسئله المهمه خلال قيامه بعمليه تحليل مسرح الجريمه، واللي من بينها على سبيل المثال السؤال الاول: في الحاله اللي كيتبين على ان الدافع ديال الجريمه هو السرقه، كيكون هو اشنو هي طبيعه الاشياء اللي خدا الجاني من مسرح الجريمه؟ السؤال الثاني: واش نقطه دخول الجاني من مسرح الجريمه كانت منطقيه؟ لانه في بعض الحالات نقدروا نصادفوا مجرمين اللي كيقتحموا منازل من الطابق الثاني رغم انه كاين عند المنزل نقطه دخول اللي هي اسهل. السؤال الثالث: واش عمليه ارتكاب الجريمه شكلات شي خطر اللي هو كبير على الجاني؟ بمعنى اخر، واش السرقه وقعت منها او في منطقه مأهوله بالسكان، او واش كتواجه شي علامات اللي كتدل على ان المسكن المستهدف كانوا فيه اصحابه؟ هذا غادي نقدروا نستنتجوا على سبيل المثال من الاضواء اللي تقدر تكون شاعله في الداخل، او واش هذا المنزل المستهدف عنده شي نقطه دخول اللي هي اسهل من النقطه اللي دخل منها الجاني. العلامات او المؤشرات الحمراء للفحص او التشريح الطبي. اول حاجه كتبادر الذهن ديال اي محقق جنائي في الوقت اللي كيقوم باجراء المعاينات، وبالخصوص فيما كيتعلق باثار العنف او الجرح،
هي أنه كيتعين عليه يطرح على نفسه السؤال اللي هو واش هذه الإصابات بالفعل كتوقف وكتناسب مع خطورة الجريمة؟ في الوقت اللي كتكون نتائج الطب الشرعي ما كتوافقش مع رؤية المحقق الجنائي بخصوص خطورة الأفعال اللي نتجت عليها الجريمة، فهنا كيتعين على هذا الأخير أنه يوجه التفكير والاهتمام ديالو لمسرح الجريمة، لأنه في غالب الأحيان أو من المحتمل أن هذا المسرح تعرض لتغييرات من طرف شخص معين واللي في الغالب ما غادي يكون إلا الجاني. على سبيل المثال، إذا كان الهدف من الجريمة هو السرقة أو أي نوع آخر من أنواع المكاسب المادية، فمن المنطقي أن المحقق غادي يشك في الوقت اللي غادي يلاحظ تواجد آثار العنف واللي تسبب بها سلاح معين على جثة الضحية. وهذه الأنواع من العنف تقدر تشمل أيضا الخنق إما باليد أو على طريق حبل أو الضرب أو تقطيع أطراف الجثة أو الجسد أو العنف المفرط واللي كيؤدي للوفاة. بصفة عامة، كل ما كثرت أو تزادت الأدلة أو المعاينات اللي كيأكد العنف، كل ما تبين لنا بشكل أوثق طبيعة العلاقة ما بين الضحية والجاني. أما بالنسبة لجرائم القتل الجنسي أو القتل المنزلي، فهي كتعطينا نتائج أو استنتاجات طبية شرعية تقريبا متشابهة. مثلا الهجوم اللي كيكون على الضحية من طرف الجاني كيكون من مسافة قريبة بزاف، لأنه بحال هاد الجرائم الجاني كيركز بشكل كبير على الضحية ماشي على الأموال أو الأشياء المنقولة. بالإضافة لهذا، هاد النوع من المجرمين في غالب الأحوال كيحاولوا ينظموا ويخططوا الجرائم ديالهم باش تبان على أنها جرائم ارتكبت من طرف مجرمين آخرين. هذا ما كيعنيش بأن جرائم القتل ما كتوقعش بتاتا خلال جرائم الاعتداء على الملكية، لكن بشكل عام المجرم أو القاتل في بحال هذه الحالات كيفضل على أنه يقضي أقل فترة زمنية ممكنة، يعني أنه كيف كيتقال في مجال علم الإجرام خاص العمل ديالو يدوز بشكل سريع ونظيف، زيادة على أنه كيدوز أقل مدة زمنية ممكنة في مسرح الجريمة. لهذا كيتعين على المحقق باش يقوم بتحليل أي دليل أو أي علامة من هذه العلامات الجنائية، ومن بعد يوضعها في السياق الصحيح لها. الموضوعية، خلال قيام المحقق بتحليل أي قضية جنائية، من المفروض ومن المنطقي ومن الضروري أنه كيتوجب عليه يلتزم بالحياد وبالموضوعية، وما يتأثرش باقي المحققين أو الموظفين اللي كيقدموا ليه المساعدة في المهمة ديالو. الأهمية ديال هذه الخطوة ما غاديش تبان لنا فقط إذا استخدمنا التحليل كأداة أو كوسيلة للتحقيق في قضية، وإنما غادي تبان الأهمية بشكل أهم في الوقت اللي غادي تستعن به المحكمة كدليل، وخصوصا ملي كتقوم باستدعاء خبير من الخبراء في المجال وكيكون الرأي ديالو كيتماشى مع التحليل اللي قام به المحقق الجنائي. بالنسبة لجانب الموضوعية، فمع كامل الأسف ما عندناش استراتيجية معينة اللي كتحدد لنا مفهوم الموضوعية بشكل اللي هو مفهوم وواضح، لكن في المقابل بالنسبة للمجال الجنائي نقدروا نقولوا على أن الموضوعية كتمثل في كون المحقق ما ينوضش ويحدد المجرم أو المشتبه به من أول مرة، لأن هذا التصرف بالتأكيد غادي يأثر على أي خطوة غادي يقوم بها المحقق مستقبلا في مسرح الجريمة. وباش ينجح في المهمة ديالو كيتعين عليه أنه يمسح أي معلومة اللي تقدر تخليه يركز على شخص بصفته مشتبه به. وفي المقابل المعلومات الوحيدة اللي كيتعين عليه يعتمدها هي كل معلومة كيتم استنتاجها من ملخص وقائع الجريمة ووصف مسرح الجريمة، واللي من المحتمل أيضا تشمل وصف الأحوال الجوية، البيئة السياسية والاجتماعية، والحياة الخاصة للضحية، والمعلومات اللي اتصل لها الطبيب الشرعي، وصور الجريح والجروح اللي تم التنظيف ديالها، ورسوم مسرح الجريمة اللي من خلالها كتوضح ليه بشكل كبير المسافات والقياسات والاتجاهات وموقع مسرح الجريمة بشكل عام داخل الحي أو المنطقة الجغرافية اللي وقعت فيها الجريمة. كما كيتعين علينا نشير هنا إلى أنه بمناسبة ارتكاب بعض الجرائم في غالب الأحيان
كتنبثق وكتناس الإشاعات وأخبار اللي هي كلها كاذبة أو مغرضة، واللي في غالب الأحيان كيكون الهدف الوحيد منها هو التأثير على سير عملية التحقيق. وهذا مع كامل الأسف كنلاحظه في الآونة الأخيرة في الفضاء الأزرق، لدرجة أننا في بعض الحالات نقدروا نسمعوا استنتاجات شخصية اللي كتخرج للعلن فيما التحقيقات الجنائية مازال جارية، أو نقدروا نقولوا أنه مازال باقية في المراحل الأولى لها. لهذا كيتعين على المحقق يتجاهل أي معلومة مشبوهة، لأنه سواء بوعي أو بغير وعي غادي يكون عندها تأثير مباشر سلبي على نتائج التحليل اللي كيقوم به. هذه قاعدة كيتعين على أي محقق يتبعها بدقة. فتحليل الجريمة ما عمرو كان أو غادي يكون بديل على التحقيق اللي هو شامل ومهني، إنما وهذا اللي أكدت التجربة كيبقى وسيلة تحقيق اللي هي قابلة للتطبيق في الوقت اللي كيتم اتباع معايير التحليل بكل عناية. كخلاصة، السلوك اللي كيصدر على أي إنسان ما كيعكس إلا الشخصية ديالو، وباش المحقق يفهم المجرم كيتوجب عليه أنه يكون قادر على أنه ما يرتبطش عاطفيا بأي جريمة كيحقق فيها. فالتجربة الميدانية بينات ووضحت على أنه كاين واحد الخط اللي هو رقيق بزاف بين الدقة والحساسية تجاه آثار وعلامات المعاناة اللي تعرضت لها الضحية واللي خلفها الجاني وتمت المعاينة ديالها مسرح الجريمة. فالمحقق الجنائي المهني كيركز انتباهه فقط على أنماط السلوك اللي صدر من الجاني، على سبيل المثال طريقة العمل والآثار الشخصية اللي ربما خلاها من وراه، وأي محاولة يقدر يكون قام بها الجاني لتغيير مسرح الجريمة، أو غيرها من عدد من التصرفات اللي تقدر تكون صدرت منه أو من الضحية بمكان الحديث. على العموم، إلى أي محقق جنائي خد بعين الاعتبار هذه النقاط في الوقت اللي كيتعامل مع مسرح الجريمة، فبكل تأكيد غادي يكون في الاستطاعة ديالو أنه يحل اللي كنسميها أنا شخصيا المعادلة الجنائية، اللي هي علاش زائد كيفاش كتعطينا شكوك. بالوصول ديالنا لهذا الجزء من الفيديو غادي نكونوا تعرفنا ولو سطحيا على بعض النقاط اللي كتهم بشكل عام التحقيقات الجنائيه وبشكل خاص مصالح الجريمه، على سبيل المثال المؤشرات او الخطوط الحمراء اللي كتوضح او كتبين لنا على ان مسرح جريمه معين وقعت فيه او تعرض لتغييرات او تعديلات من طرف الجاني. كذلك استرقنا العلامات أو الحدود الحمراء اللي كيرسمها الطب الشرعي بالنسبة لبعض القضايا أو الأبحاث الجنائية. ثم في الأخير تطرقنا الجانب الموضوعية اللي كيتعين على المحقق الجنائي أنه يلتزم بها خلال القيام بالمهام ديالو. بما أننا وصلنا لآخر حلقة من حلقات سلسلة مفاهيم التحقيق الجنائي وتحليل مسرح الجريمة، كنتمنى نكونوا فعلا اكتسبنا بعض المعارف وفهمنا بعض المصطلحات اللي كنتمنى أيضا يتم التوظيف ديالها في المجال. وهنا كنوجه كلامي للمختصين في هذا الميدان بغض النظر عن انتماءاتهم الإدارية، كما أنني كنتمنى ونصدق على أن هذه السلسلة تكون ضافت لنا قيمة المكتسبة لنا. بلا ما نطول عليكم أعزائي ومشاهدي ومتتبعي قناة أجيال فهم واصح، غادي نقول لأي واحد منكم واش فهم واصح. سلام.